انتخابيا في المرحله دي؟ المرحله دي العمليه هاديه جدا غير المراحل اللي قبل كده، بدليل ما فيش ضغط كتير من الناس على الانتخابات. يعني لو قلنا نسبه التصويت في الاستفتاء النهارده، هل هتبقى اكتر ام اقل من استفتاء الرئاسه، من انتخابات الرئاسه؟ افتكر هو دلوقتي الميعاد دوت، عشان بما اني كنت قبل كده مندوبه سابقه، الميعاد ده بالذات بيبقى لسه الناس هتبدا تيجي، معظمهم ستات بيوت، فبيخلصوا شغل بيتهم ويبداوا يجوا بقى من اول الساعه 5 كده لحد اخر النهار بتاع الوقت المحدد للانتخاب. لا، اللجان ممتازه جدا والقضاة متعاونين جدا، ايوه، وتعبانين، والناس بصراحه في اقبال شديد، والناس يعني انا حاسه ان قبل كده العدد ما كانش بيبقى بالصوره دي، في اقبال شديد واللجان ماشيه مظبوط ومحدش بوجه حد، واحنا كمان بنضمن يعني احنا بندخل اللجان نبص ونطلع نمشي بين الناس عشان ما فيش حد، كل واحد حر في رايه، وديت الديمقراطيه الحقيقيه، ومفروض فعلا احنا احسن حاجه مبسوطين منها ان كل واحد بحريه ومحدش يضغط على حد، وفعلا اللجان ممتازه. انا مش بس هنا، انا زرت لجان كتير ورحت مدارس كتير، بصراحه كلها ماشيه بنزاهه وماشيه بتمام، مفيش حد بيتدخل في حد. لا بص، هو في بس بنسبه ضئيله جدا 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 مقارنه بالقبل كده بجد، وكمان اكتر ان القضاة متساهلين كويسين جدا جدا جدا، برغم ان في ناس يعني مش عايز اقول لك يعني بيضايقوا اكتر، ان في ناس من الناس العاديه اللي هم داخلين، وده طبعا من حقهم ان هم يطلبوا كارنيه القاضي او المستشار، طبعا حاجه كويسه، ده زاد وعي للناس بس. فكل المشكله ان في تجاوزات بس بسيطه مقارنه باللي قبل كده، غير كده ان في بعض اللجان ان الاقبال عليها جامد جدا جدا، وفي بعض اللجان اقبالها ضعيف قوي.